السلام عليكم يا باشمهندسين، النهارده ان شاء الله اخر محاضره لينا مع بعض في الجزء اللي ليه علاقه بالبيولوجيكال افكتس بتاع الكتروماجنتيك ويف راديشن. فكتطبيق اللي احنا كنا بنتكلم عليه قبل كده وعلى الاساينمنتس اللي انتوا عملتوه خلال الفتره اللي فاتت، فهنتكلم عن الانتنس فور وايرلس كوميونيكيشن سيستم. فانتوا اكيد دلوقتي بعد الاساينمنت اللي انتوا عملتوه شفتوا ال NTRA حطنا الريجريشن شكلها عامله ازاي، وتعرفت شويه عن الانتنز وصورتوها. فتعالوا نتكلم شويه عن الانتنز فور وايرلس كوميونيكيشن سيستمز. فده اللي هنعمله النهارده، هنتكلم عن بيز ستيشن انتنا سيستمز والريكوايرد راديشن باترنز بتاعتها، وازاي بننقل السيجنال من بيز ستيشن لبيز ستيشن، وازاي بننقل السيجنال جوه البيلدينجز، والجروب اكتيفيتيز بتاعتكم. ممكن نشوف لو في حد عنده اسئله في الاخر. طيب، ايه هي الكونسيدريشنز او الكي كونسيدريشنز اللي الاوبريتورز بيحطوها عشان يختاروا البيس ستيشن انتنا؟ فاول حاجه بيختاروها الاوفرول بيرفورمانس بتاعتها، يعني الانتنا دي هتغطي الاحتياج بتاع المنطقه ديت ولا لا، هتغطيها تعمل جوده للسيجنال خلال المنطقه في المنطقه المرجوه تغطيتها ولا لا، وكمان والترددات اللي هي هتغطيها كمان. وكمان بنيجي نبص على الريفينيو بتاعها، يعني في الاخر هو مش هيحط استثمار عشان يشتري الانتنة بتاعته ديت، وهي مش هتعود عليه بعائد يعني. فهو لازم يحط استثمار ويحط الابراج بتاعته بالانتنات بتاعته ديت عشان في الاخر تعود عليه بمكسب يعني. وده هيكون طبعا ان هو يجيب لم زباين اكتر والناس تبقى مبسوطة عنده. وكمان وهو بيختار الانتنز بتاعته ديت ان هو يشوف احتياجاته في المستقبل هيبقى عاملة ازاي. انا مش لازم احل المشاكل بتاعت دلوقتي بس، لا انا كمان لازم اشوف قدام شوية. الناس مثلا دلوقتي بتتكلم في الجيل الرابع للمحمول، الجيل الخامس، هل الانتنز الجيل هتغطيني في الجيل الخامس ولا لا، ولا هعمل ايه يعني. فلو عندي اختيارين، واحد هو يدوبك على قد احتياجاتي دلوقتي بس مش هيغطيني لقدام، واختيار تاني هيغطيني قدام، لا انا هحتاج احسب الحسبة بتاعتي كويس واختار الاختيار اللي يخليني اكسب على المدى الطويل يعني. وطبعا الصيانة بتاعتها والتحديثات اللي ممكن يحتاجوا لها يعني. والموبيليتي ان هو ممكن بعد ما يركب الدنيا ويلاقي والدنيا تمام وكل حاجة، بس هو يحتاج يغير مكانها لان غير دراسة الجدوى بتاعته ولقى ان الدنيا ممكن تحتاج تتغير مكانها يعني. فديت الاعتبارات اللي بياخدها الاوبريتورز بشكل عام وقت اختيارهم للانتنس بتاعتهم. فهي ابراج الاتصالات زي ما بعضكم شاف، في ديت هي السيل سايت انتنة، اللي هي الانتنة اللي موجودة فوق خالص على البرج بتاعنا، متوصلة بكابلات للكنترول بقى يونت اللي موجودة تحت. في مايكرويف انتنة زي دش صغنطوط كده يعني موجود في نص البرج، او في ممكن يبقى في كذا واحد كمان موجودين مع بعض، دول اللي بيستخدموا للاتصال من بيس ستيشن لبيس ستيشن، او من بيس ستيشن للباك هول نفسها زي السنترال بتاعهم. ودول ده بيبقى دش زي الدش اللي موجود عندنا فوق سطح البيت يعني، بس يعني اغلى شويه طبعا منه يعني. وبيوصل بيتوصل بويف جايدز. ويف جايدز انتوا لسه ما تعرضتولهاش دلوقتي، يا دوبك ابتديتوا تاخدوا ترانسميشن لاينز دلوقتي في الالكترومغناطيكس. السنه الجايه ان شاء الله هتبتدوا تتعاملوا مع الويف جايدز كنوع تاني من الترانسميشن، من الجايد ستراكشرز بشكل عام، وبرضه هتوصل للكنترول يونت يعني. فبالنسبة للبي ستيشن في كذا نوع، ممكن يبقى في بي ستيشن عندهم 3 تايلز، يعني 3 أوجه، كل وجه مسؤول عن يغطي 120 درجة حوالين البرج.
120 درجة من الاتجاه ده و120 درجة من هنا و120 درجة من الناحية التانية، ده يعمل لك 360 درجة. فممكن يحط فيها ترانسميتر واتنين ريسيفرز. في حد تاني ممكن يقول ان انا عندي اتنين تايلز، ممكن احط ترانسميتر وريسيفر، كل واحد مسؤول عن 180 درجة. في انواع تانية، هي الانتنة نفسها هي اومي دايركشنال، هي بتعمل 360 درجة، وممكن يبقى فيها الترانسميتر والريسيفر مع بعض وبفصلهم عن بعض، يعني هي انتنة واحدة فيها كله، وبفصلهم عن بعض عن طريق اللي هي فريكوانسي، يعني هو دايبلكسر. ده دايبلكسر ده بتديله الاثنين سيجنالز، كل واحد فيه عند فريكوانسي رينج مختلفة، وبيجمعهم مع بعض كل حاجة في الفريكوانسي رينج بتاعها على في السبيكترم، يعني بيطلعها في واحد بس. فده اللي هو الفريكوانسي دايبلكسر يعني. فده ممكن ازاي تخلي انتنة واحدة تشتغل عند، هي بتشتغل عند كذا فريكوانسي رينج، تبتدي بقى تقسم ده يروح للتي اكس وده يروح للار اكس وهكذا يعني. فده اللي بيعمل كده اسمه دايبلكسر يعني. ده لما يكون طبعا في فرق في فريكوانسي ما بينهم. طب ايه هي البارامترز اللي ليها علاقة بالانتنز اللي الناس بتهتم بيها؟ اول حاجة الباندويث. الباندويث ان هي البرفورمانس بتاع الانتنة across frequency، مش عند single frequency، لا يعني across frequency range اللي هي محتاجة تشتغل فيه. فانتوا شفتوا الانتنة جين، الانتنة جين ده اللي بيشوف الباور density للانتنة ممكن تطلعها في اتجاه معين بالنسبة للانبوت باور اللي جات للانتنة دي لو هي هتراديت ايزوتروبيكلي، يعني بيشوف الانتنة قد ايه directive او هتركز الباور اللي هي خدتها هتركزها ازاي في اتجاه معين. فده بيبقى حاجه desirable للانتنز بشكل عام. فبالنسبه بنتكلم عليها كباندويث بقى، نشوف قد ايه الانتنة هتحقق لي الجين سبيسيفيكيشنز المطلوب across frequency اللي انا محتاج اشغل الانتنة دي فيها. بما ان احنا اتكلمنا على جين، فهو ليها راديشن باترن. الراديشن باترن اللي هو شكل الراديشن بتاع الانتنه دي عامل ازاي. هو مش الانتنه مش شرط ان هي على حسب الديزاين بتاعها، مش شرط يبقى مطلوب منها تشتغل اومي دايركشنال، ان هي زي تطلع سفيريكال ويفز وخلاص يعني كبوينت سورس. لا، الانتنه زي مش بوينت سورس يعني. لا، هي بتطلع راديشن بشكل معين على حسب الديزاين بتاع الانتنه نفسها، ده اللي بيجي منه الجين يعني. فتشوف الراديشن باترن ستيبل ولا مش ستيبل يعني. الريتيرن لوس، الريتيرن لوس ده اللي هو الريفلكشن اللي جاي من الانتنه. انا لو الانتنه ليها كابل للبورت بتاعها ده اللي بوصل عليه السيجنال، لما هانجكت باور للانتنه دي عشان تعمل لها راديشن في السبيس، قد ايه من الباور ديت هي جيت ريفلكتد، هيرجع للسورس تاني، وقد ايه من الباور هيجت ترانسميتد يعني. ده اللي هو الريتيرن لوس بتاعنا. فالريتيرن لوس هتاخدوها لسه اكتر مع دكتور محمد نصر قدام شويه في الكورس بتاع الكتروماجنتكس وانتم ماشيين يعني، هتعرفوا اكتر على الريتيرن لوس ده. الكروس بولاريزيشن، الكروس بولاريزيشن يعني الانتنه هي بتطلع الكتروماجنتيك ويفز بشكل عام، ممكن تطلع لو انا اكون عامل ديزاين للانتنه انها تطلع الكتروماجنتيك ويف، الالكتريك فيلد بتاعها عمودي على سطح الارض مثلا يعني. فالكروس بولاريزيشن بتاعها لو انا عايز اطلع الكتريك فيلد عمودي على سطح الارض، في قد ايه من الامبيوريتي في البولاريزيشن ده موجود، بتطلع في قد ايه مكون هوريزونتال او يعني موازي لسطح الارض موجود معاه. فكل الخصائص ديت اللي بيتحكم فيها الديزاين بتاع الانتنة نفسه. فانا عايز الخصائص ديت تكون مرجوة بالنسبة لي within the operating bandwidth. فدي اول حاجة الناس بتبص عليها في الانتنة selection يعني. والجين ليفل طبعا، يعني احنا هنا اتكلمنا عن الجين ستابيليتي ان هو ما بيتغيرش مع الفريكونسي، والجين ليفل ذات نفسه ان هو على حسب السيستم ريكوايرمنت. بيقول ان انا عايز في برج الاتصالات ده انا عايز انتنة يكون ليها جين كذا عشان تقدر تغطي لي مسافة
يعني كذا متر او كذا 100 متر حوالين البرج الاتصالات ده. فدول اللي بيحددوها دايما الجماعه بتوع الكوميونيكيشن سيستمز، يعني مش الجماعه بتوع الالكترومغناطيكس، يعني هم دول يعني الجماعه بتوع الكوميونيكيشن هم اللي بيحطوا السيستم سبيكس دي. تالت حاجه هنا البيم ويث. البيم ويث نشوف الراديشن باترن بتاعنا ال 3 دي بي باور متركزه فين، هوريها لكم في السلايد اللي جايه البيم ويث بيتشاف ازاي. وده بيتشاف بقى في الاليفيشن والازيمث، ده كوردينيت سيستم مثلا ممكن نبص عليه على البيم ويث بتاعنا. رابع حاجه النال فيلينج، بعض الراديشن باترنز بيكون فيها نالز في بعض الاتجاهات، بيكونش فيها اي راديشن، مش هيستقبل منها اي حاجه. فهل اللي عمل الديزاين بتاع الانتنه اخد باله ان هي هتستخدم فور كوميونيكيشن سيستم، وبالتالي يقدر يعني انا مش عايز سبوتس في الريجن اللي انا بحاول اغطيها ان مفيش فيها ريسبشن يعني. فهل الناس اخدت بالها من ده ولا لا؟ هيفرق برضو ان دي مش سهله انها تتعمل يعني. فهل النال فيلينج مظبوط ولا مش مظبوط بالنسبه للانتنه ديت. والحاجه الاخيره اللي هي الفرونت تو باك ريشيو ديت، زي ما انتوا كنتوا شفتوا في الاساينمنت بتاعكم، دي اللي هي الانتنه، انا بكون عايزها تشتغل في اتجاه معين قدام، فمش عايز الانتنه دي يحصل منها راديشن ورا، فبحط سبيك على الراديشن اللي غصب عني بيليك على ورا بالنسبه للراديشن اللي طالع قدامي يعني. فده اللي بيحدد هو الفرونت باك ريشيو. بعد الانتنا بارامترز اللي احنا اتكلمنا عليها ديت، الجماعه بتوع السيستمز برضو بيهتموا باللينك بادجت بارامترز، ان هي الانتنا ديت هتقدر تشيل باور قد ايه، لان احنا اتكلمنا عن انا محتاج اترانسميت اغطي المنطقه دي كلها بتغطيه للسيجنال يعني، والسيجنال دي لازم تكون ذات جوده يعني، فبالتالي لازم ابعت باور كافيه. فهل الانتنه دي هتستحمل الباور بتاعتي ولا لا، والباور رينج تكون عامله ازاي بحيث انها طبعا تبقى within الجايد لاينز بتاعتي يعني. والحاجه الاخيره هنا بقى اللي هي الاوبستكل كليرنس، ان احنا بنحط الانتنز بتاعتنا والبيس ستيشنز في وسط مباني، فزي ما شفتوا من يعني من الـ NTRA هي بتطلب مننا ان احنا نحط الانتنز على اعلى مبنى عشان نتجنب الاوبستكلز اللي موجوده يعني، او الحاجات اللي ممكن تعترض الاشارات يعني. فلازم اخد بالي الحاجات دي وانا بحط الانتنه بتاعتي او بي ستيشن انتنه بتاعتي فين. فده شكل ال radiation pattern من انتنه، عشان اوريكم موضوع النال فيلينج. ده الشكل ال radiation pattern الطبيعي بتاع انتنز، بيبقى فيه المين يعني بيكون متركز في حته واحده الانتنز ستيشنز، ويبقى فيه نقط معينة كده ديت أو اتجاهات هنا دي فيها نالز زي ما انتوا شايفين اللي أنا بشاور عليها. فالنالز ديت لو الأنتنة البيس ستيشن هي بتطلع بيم بالمنظر ده، لما هاجي أسقط البيم ده على الأرض هيبقى فيه نقط معينة، مسافات معينة من الأنتنة دي فيها no reception خالص، مش تقبل أي حاجة هنا. فبالتالي ده وانا ماشي حوالين يعني انا ماشي في خلال السل بتاعت التاور ده، بستقبل واتكلم زي الفل، بعد كده هوب الدنيا تقطع وكده ارجع تاني، لو انا مشيت شوية ارجع اتكلم تاني بعد كده الدنيا تقطع وهكذا. هو يعني انا عارف احنا اكيد جربنا الحاجات ديت في حياتنا واحنا عايشين يعني طبعا، بس ده عشان اللي اختاروا الانتنز او اللي عملوا الشغل ده ما عملوش كويس يعني. ولكن لو حد بقى حب يعمل شغل كويس، فممكن يختار الراديشن باترن بتاع الانتنه يكون بالمنظر ده، ما يكونش شكله ستاندرد، يكون دي المين لوب واحده كبيره كده بالمنظر ده، ما عندوش النالز اللي داخله في النص اللي هي الدبس اللي بتخش في النص كده لما بنتكلم عليها. طبعا ده بولر كوردينيتس يعني.
فلما هاجي هسقط الراديشن باترن ده على الـ على الـ الارض نفسها، مش هيبقى عندي ديب جامده خلاص تاني، واغلب المسافه اغلب السيل رينج ما فيهوش الدبس خالص. فبالتالي باستخدام الانتنه اللي ليها راديشن باترن بالمنظر ده اللي عنده نال فيلنج هيديني يعني ريسيفت سيجنال احسن عند حوالين الانتنه ديت. فبالتالي الناس الزباين هتستريح اكتر وهينبسطوا اكتر من جوده السيجنال حوالين البرج ده اللي فيه الانتنه اللي معمول فيها النال فيلنج ديت. برضو الراديشن باترنز بتاعتنا ما بتبقاش ثابتة، معلش المفروض كان في انيميشن هنا بس مش عارف راحت فين. لو انا عندي راديشن باترن بتاع الانتنز بتاعتي ان هي ممكن بتشاور البرج بتاعي بيشاور في اتجاهين بالمنظر ده، انا عندي اختيارين عشان اخلي يعني هنا بيشاور على مثلا 2 يوزرز هوريزونتال بالمنظر ده يعني في الاتجاه ده. لو انا عايز اخلي يروح عند يوزر هنا قدامي حل من 2، يا اما الف البرج كله مع بعضه اللي هو اعمل ميكانيكال تيلتنج، لما انا هلف كده الاتنين هيلفوا مع بعض، بس في ممكن نعمل الكتريكال تيلتنج ان انا ممكن اخلي الانتنة نفسها البرج ثابت مفيش حاجة هتتغير ولا حاجة هتلف، ولكن الراديشن باترنز نفسه هو اللي يلف. فدي برضو احد الخصائص التانية اللي ممكن تبقى موجودة في الانتنة عشان تقدر تديني فيتشرز اقوى. يعني السنة الجاية ان شاء الله هتعرفوا تعملوا الكلام ده ازاي يعني. تعالوا بقى نشوف ازاي هننقل السيجنال بتاعتنا between base stations. قبل ما نشوفها، هل في حد عنده سؤال في اللي فات؟ حد عنده سؤال في اللي فات يا باشمهندسين؟ تمام، شكرا يا أحمد. طيب تعالوا نشوف هننقل ازاي السيجنالز بتوين بيس ستيشن. فهي الانتنه اللي كنت بقول لكم عليها هي زي الدش ديت اللي موجوده على البرج للاتصالات، هي اللي عامله زي الطبله ديت، اكيد اكيد شفتوها في حد هو بيصور هتلاقي في طبله كده في وسط البرج يعني. فالطبله دي هو حاجه زي الدش اللي بنحطه فوق السطح بتاعنا، ولكن هم بيحطوا عليه غطا، الغطا ده اسمه ريدم. حد ممكن يتخيل بيحطوا الغطا ده ليه يعني، او احد اسباب اللي بيحطوا عليه الغطا ده؟ السنة يمين ولا ايه؟ حد ممكن يفكر معايا مثلا ليه ممكن يحطوا الغطا ده؟ هي الحاجة اللي جت في دماغي الوحيدة إن هو ممكن يكون كنوع من الفلترة يعني، بس ما مش تفكير لا مش قوي يعني. شرط، ما خلينا هي حاجة ملهاش علاقة بالهندسة أصلا يعني. عشان التوجيه محمود حسن بيقول عشان التوجيه، لا هو مش محتاج الغطا عشان يعني عشان عشان ما التوجيه يخشش يعني، بس تراب طيب طيب ولا ايه؟ هو مش تراب يا حماية. محمود صح. حسن بيقول حماية، حماية من ايه؟ ايه اللي ممكن يخش يعيش جوه لو لقى مكان فاضي كده؟ ميه طيور يعني وكده يا دكتور. الطيور بالظبط، صح. طيور صح. هي البرج لما يكون موجود زي كده وفي مكان فاضي وزي الفل، الطير هيخش جوه ويعشش ويجيب ولاده ويقعدوا هنا، فدي هتعمل مشكلة يعني.
ده هيبوظ شغل الانترنز، وهيكلفنا ان احنا نروح نفتح فوق ونقعد نمشيهم كل شويه. فهما بيديزاينوا بيديزاين الانتنه بالغطا بتاعها عشان الطير ما يخشش يقعد. فده وطبعا بيحاول يستغل بقى، طالما هو كده كده هيقفل، فبيكونسيدر بقى الكفر ده ماتيريال بيدخلها معاه في الديزاين عشان يقدر ياخد performance كويس يعني. بالإضافة لكده، لو انتوا شايفين برضو عند السطح هتلاقوه مخرم، فالتخريم ده عشان لو حصل في التقفيل حصل أي يعني إن هو مش مقفول 100% ودخلت مية مع المطرة ما تحوش جوه، ودي تعمل مشاكل، لأن لو المية دخلت جوه كده انت غيرت الميديم اللي موجودة، مبقاش هوا موجود جوه، الديزاين معمول إن فيه هوا موجود، فلو الدنيا بقت مالت مية ده مبقاش هوا، فبالتالي الأنتنة دي مش هتشتغل زي ما هو مطلوب منها. فبالتالي الاخرام اللي موجودة ديت معمولة بحيث ان هو لو دخل مية من المطرة ولا حاجة تتسرب على طول من تحت من غير ما تأثر على البرفورمانس بتاعنا. فده من الحاجات اللي ليها علاقة بالشكل او التصميم الخارجي بتاع الانتنة ديت يعني. بس تاني، هدفها ايه بقى الانتنة ديت؟ هدفها ان هي تعمل او تنشئ الاتصال ما بين الابراج المختلفة والبرج والباك هول بتاعنا. فاحنا عندنا عموما ما بين الابراج او بين الابراج والسنترال، احنا ممكن في نوعين من او يعني حاجتين من الوسائل الاتصال دي، يا اما التريستير مايكرويف انتنا، دي لما يكون في عندي لاين اوف سايت، لو عندي برج هيسلم برج جنبه فده اسهل حاجه ان هو احط المايكرويف انتنا او اللي هو الطبلة اللي موجودة ديت اللي هتنشئ هذا الاتصال. ولو ما عنديش line of sight ومثلا هيبقى في مكان في حتة معينة ما فيش فيها اي infrastructure عشان توصل لمدينة تانية مثلا جنبها، فانا ممكن ساعتها استعين بالقمر الصناعي، هو اللي يقدر يعمل لي في عدم وجود line of sight يعني، ان هو البرجين او الاثنين سنترالز مش شايفين بعض، فممكن عن طريق القمر الصناعي هو اللي ينشئ لي الاتصال ده. فده هي الايرث ستيشن انتنا، اعمل ايرث ستيشن انتنا وابعت على القمر الصناعي وابعت واستقبل منها يعني. فالاثنين دول طبعا يعني ده في حالة عدم وجود انفراستراكشر من اوبتيكال فايبر يعني عشان تنشئ هذه الشبكة يعني ما بين الأبراج يعني أو ما بين السنترالات، حسب البنية التحتية طبعا يعني. فبالنسبة للترستيال مايكرويف كونكشنز، مزاياها إيه؟ هي عشان أوصل السل للسويتش أو الباك هول أو نص البرج للبرج يعني، رخيصة، هي السيجنال كواليتي بتاعها حلوة والباندويث بتاعتها جميلة، سهلة جدا إن أنا أركبها، هي مجرد أركب الدش فوق وأوصل كهرباء وأوصله بالكنترولر وخلاص خلصت. لو الدنيا قريبة من بعضها، وده يعني ده شورت هول بيس ستيشن تو مايكرو سيل يعني، الحاجات اللي بتتكرر كتير، لو احنا عندنا مثلا البيس ستيشن سيلز على بعد نص كيلو ولا كيلو من بعض، فالاسهل ان انا احط اللي هي التريستريال مايكرويف كونكشنز ما بينهم، على ان انا اقعد افحت واحط فايبر ما بينهم عشان اوصل الشبكه الارضيه ما بينهم يعني، هتتكلف اكتر بكتير قوي عن ان انا اجيب كام دش واوصلهم ببعض. وفي variations كتيرة منها بقى، في single polarized، dual polarized، ولو بروفايل وهاي بروفايل، اللي هتساعد الديزاينر ان هو او السيستم ديزاينر ان هو يختار الحاجة المناسبة ليه يعني. فدي بالنسبة للمزايا. فتعالوا نتكلم برضو على بعض مزايا ال earth station antennas. ميزتها طبعا الرئيسية، بنتكلم على القمر الصناعي، بنتكلم على much higher bandwidth، الكباسيتي بتاعتها كبيرة جدا،
وده جيت واي للارج نمبر اوف كوميونيكيشن سيرفيسز. ممكن اجمع حاجه كتيره مع بعضها، اجمع زي ما قلنا سنترال كده كتير مع بعض، مدينه كامله، وابعتها كلها على حزمه واحده كده، على من محطه واحده، ابعتها للساتلايت. مش كل واحد هيعمل ساتلايت لوحده. فده ممكن ابعت السيلولار داتا والوايرلس والبي سي اس، وابعت حاجات كتيره كلها مع بعضها. طبعا اختيار التصميم حاجه زي كده ده مش يعني اصعب طبعا. لازم اضمن الكارير تو نويز دنسيتي ريشيو، يعني جوده السيجنال لازم تبقى عاليه جدا طبعا هنا عشان الدنيا تمشي. ولازم بما ان انا هكلم ساتلايتس يبقى لازم احصل على تصريحات حكوميه يعني عاليه، واضمن الفريكوانسي بانز، ويعني حاجه كتير قوي عشان اقدر احصل على مزايا الكوميونيكيشن لينك ديت. يعني حد عنده سؤال لغاية هنا؟ لا تمام يا دكتور، كمل. طب تعالوا نشوف ازاي بنحط السيجنال بتاعتنا او بندخل السيجنال بتاعتنا جوه المباني. يعني احنا بنشوف السيجنال المحمول موجودة في المترو، فالمفروض ان احنا نعرفه ان الارض نفسها، الارض ده تقريبا ده يعني ده كوندكتور، او يعني فيها نسبة كوندكشنز عالية يعني. فانا وقعت تحت الارض، هتجيلي منين السيجنال ديت؟ تعالوا نشوف بيدخلوها لنا ازاي جوه محطات المترو، واحنا قاعدين في المترو بنستقبل ازاي. فطبعا احنا عندنا البرج الاتصالات اللي موجود العادي جدا، فبيحطوا فوق الارض بيحطوا بيك اب انتنا ديت بتستقبل من برج الاتصالات، وهي بتعمل زي عامل الوسيط. وديت عن طريق كابلات بتبتدي تامبليفاي السيجنال بتاعنا طبعا تامبليفاي في البوث ويز يعني ترانسميتر وريسيف. و ممكن تعمل كذا ستيج من الامبليفيكيشن. وبعد كده بتعمل بقى مجموعه من الانتنز هي اللي بتشاور الناس اللي موجوده تحت الارض، او موجوده جوه المباني، او جوه المول، او المستخدمين بشكل عام بالسيجنال بكواليتي مناسبه، عشان يقدروا عن طريق الوسيط ده ان هو يتعامل مع برج الاتصالات وينشئ الاتصال بتاعه. وده اللي موجود في الحتة اللي احنا اغلبنا بنتعامل معاها دلوقتي، يعني اللي هي في المولز والمطارات والمتاحف، فنادق، مترو، وهكذا. طيب حد عنده سؤال لغاية هنا يا باشمهندسين؟ طيب احنا عملنا ايه النهارده؟ احنا اتكلمنا عن انواع كتير من او عن الانتنز اللي بتستخدم للوايرلس كوميونيكيشنز بشكل عام، واتكلمنا عن اختيارها بيكون عامل ازاي، والاوبريتورز بيختاروها على اساس ايه، واشكال كتير من الاتصالات، برج الاتصالات بشكل عام، اتصال من بيس ستيشن لبيس ستيشن، واتصال مع على القمر الصناعي لما يكون في احتياج ليه، وازاي بندخل السيجنال بتاعتنا جوه المباني. فدي اغلب الاوجه اللي احنا بنتعامل بيها مع الاتصالات المحمول اللي هو ده صميم تخصصنا يعني. طيب ده اللي احنا عملناه. فحد عنده سؤال لغاية هنا؟ حد عنده سؤال في الاساينمنت؟ في حاجة محتاج يعني لقاها صادمة بالنسبة له ومحتاج يفهمها؟ أيوه هو دكتور في سؤال 12 كان بيقول ان هو عايز الفرونت فرونت اند باك ريشيو ماكسيمم. هي موجوده في السلايد بتاعت النترو ان هو مش اقل من 20 دي بي، مش هي كده تبقى مينيمم؟ صح. تمام. هو بقى عايز هو عايز الماكسيمم في السؤال. مش غلطة.
يعني ده غلطة في السؤال نفسه. طب تمام. انت كويس، انت شاطر، فهمتها صح، لا شاطر. بسأل يعني هو في قيمة للماكسيموم؟ لا لا لا، يعني كل ما يعني هي ده المينيمم بتاعنا اللي هو الماينس 20 ده، يعني عملتها ماينس 30، عملتها ماينس 40، انت كده في السليم، تمام احسن واحسن يعني. تمام شكرا حاجة يا دكتور. شكرا لك. ماشي يا باشمهندسين، حد عنده سؤال تاني؟ طيب انتوا ان شاء الله من المرة الجاية هيكون معاكم دكتور حسن مصطفى، هو غالبا هيأبلود المحاضرات على بلاك بورد، بس طبعا ده مش معناه ان مش هنتعامل مع بعض تاني، هو احنا لسه هنتعامل في الميد تيرم ان شاء الله مع بعض لما يجي ميعاده، زائد ان في بروجكت او يعني في تاسك هنعملها سوا برضو، هتبقى برضو جروب بيزد زي ما عملنا اللي فات، هختار زي topics معينة بماتيريال معينة هحتاج يعني هتعملوا زي research، يعني research task زغنطوطة كده، وهنقدمها برضو كجروب work يعني. فأنا هخش على كل جروب خلال الأسابيع اللي جاية ديت، هديها التاسك بتاعتها بالديدلاين بتاعها. احنا كده الشغل اللي احنا عملناه حتى الآن ده عملنا شغل ب10% من أعمال السنة يعني. مش كان في حد كان بيسأل؟ هو باشمهندسة زهرة بتقول هو لو طائر دخل أو عصفورة دخلت جوه الأنتنة هتموت، على حسب الباور اللي طلع هي كده هتنزعج، بس هو مش شرط تكون ان ريسبشن والترانسميشن شغال على طول، فهي ممكن تخش بالدنيا رايقه مثلا وبعد كده تقوم جايه تنزعج في النص يعني، وتكون سابت لي البيضه بتاعتها والعشه بتاعتها، فكده هتكلفني كاوبريتور ان انا هروح اجيب حد يطلع فوق ينظف كل شوية، أنا أكيد مش هيبطلوا يعني. تمام. طيب خالد بيسأل على الفرق ما بين الماست والبايلون، ما تجرب سيرش على جوجل. طيب جرب تاني. ماشي. انا بقرأ من الشات يعني. طيب حد تاني عنده سؤال؟ دكتور التاسكات اللي حضرتك هتنزلها لنا وكده، يعني هتبقى تنزل لنا بوست لما التاسك ينزل عشان ناخد بالنا يعني ان هو نزل، لا المفروض ان بلاك بورد ابعت لنا نوتيفيكيشن. هو انا هعمل الاساينمنت لكل جروب لوحدها يعني، يعني كل جروب هتاخد تاسك مختلف عن اختها يعني، فانا هبعت لكل جروب. يعني بس كلهم هيبقوا يعني التاسكات هتبقى مختلفة بس كلهم هيبقوا في نفس الوقت ولا هتبقى في مواعيد مختلفة؟ ما هي مواعيد غالبا هيبقى فيها برزنتيشن، فانا يعني ممكن ابتدي اعملهم بمواعيد مختلفة على اساس ان هو يبقى واخده نفس الوقت يجي يعملوا برزنتيشن، فلسه هنسق مع المعيد يعني ومش مهندس محمد يعني، ونشوف هنعمل الكلام ده ازاي. ماشي تمام شكرا. ماشي، شكرا لكم. انتوا بالنسبة للجزء بتاع الهندسة الكيميائية، انتوا المحاضرات بتوصل لكم عادي ولا ايه؟ هاي دكتور، انا تواصلت معاهم، هو تقريبا هم بينزلوها على الكلاس روم التاني، على يعني على الكورس التاني، بس بيبقى في التاب بتاعت حاجه كان اسمها اركتكتشر ديبارتمنت او اركتكتشر ليكتشرز يعني، فهي المفروض تنزل هناك، بس في تو ليكتشرز لسه ما نزلوش، اتنين وتلاته لسه ما نزلوش، او يعني نزلوا حد من الميكانيكا مسحهم، ف لسه الدكتور بيحاول يرفعهم تاني. تمام.
تمام، فانتوا يعني خلاص كفرد في الموضوع ده يعني. تمام المفروض ممتاز، تمام ممتاز، ماشي، شكرا يا باشمهندس. تمام خلاص، لو في حاجة تانية يعني تواصلوا معايا بس، وانا زي ما قلت لكم هتواصل معاكم في الـ assignments اللي جاية ان شاء الله. ماشي، شكرا لكم يا باشمهندسين، ونشوفكم على خير. السلام عليكم.